بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الجلالة الأخ العزيز ملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، إخواني أصحاب السمو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني في مستهل هذه القمة أن أتقدم لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيقة وافر التقدير وعظيم الامتنان على ما لقيناه من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. متمنيا لأخي جلالة الملك حمد كل التوفيق والسداد في رؤوس الأعمال هذه الدورة، مبديا ارتياحي لما قابت به الأجهزة المختصة في مجلسنا من عمل جاد خلال العام المنصرم وفق الآليات التي أقرها المجلس والتي تهدف لارتقاء مستوى التعاون والتنسيق، من ضمنها قرار إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية التي باتت أعمالها مؤخرا في تعديل العمل المشترك مجالات الاقتصادية والتنموية. إخواني الأعزاء، لا يخفى على الجميع ما تمر به منطقتنا من ظروف بالغة التعقيد، ما تواجهه من أزمات تتطلب منا جميعا العمل سويا لمواجهتها والتعامل معها بروح المسؤولية والعزم وتكثيف الجهود لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار لمنطقتنا والنماء والازدهار لدولنا. إن الواقع المؤلم الذي تعيشه بعض بلدنا العربية من إرهاب وصراعات داخلية وسفك الدماء ونتيجة حتمية للتحالف بين الإرهاب والطائفية والتدخلات السافرة ما أدى إلى زعزعة الأمن والاستقرار فيها. بالنسبة لأوضاع اليمن، في اليمن الشقيق ما زالت الجهود مستمرة لإنهاء الصراع الدائر هناك، ما يحقق لليمن الأمن والاستقرار تحت قيادة وحكومة الشرعية وفقا لمضامين المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيدين بمساعي الأمن العام المتحدة. في سوريا يؤلمنا جميعا ما وصلت إليه تداعيات الأزمة هناك وما يعانيه الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد، مما يحتم على الجميع المجتمع الدولي تكثيف الجهود لإيقاف نزيف الدم وإيجاد حل سياسي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ وحدة وسلامة الأرض السورية. أخواني الأعزاء، على الرغم ما حققه المجلس من إنجازات مهمة إلا أننا نتطلع إلى مستقبل أفضل يحقق به الإنسان الخليجي تطلعاته نحو مزيد من الرفاه والعيش الكريم ويعزز مسيرة المجلس في ساحتين الإقليمية والدولية من خلال سياسة خارجية فعالة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة وتدعم السلام الإقليمي والدولي. وفي الختام، أتمنى لأخي جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة التوفيق والسداد خلال ترأسه لأعمال الدورة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.